مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. الليلة موضوعين، الموضوع الأول بنتكلم فيه مع حضراتكم عن حماية الشواطئ المصرية لتحقيق الأمن المائي المصري. الموضوع الثاني المدن الذكية وكيف يمكن أن تكون هذه المدن قاطرة تنمية حقيقية. دول الموضوعين بعد الفاصل، استعراض مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام، بعدها الحوارات، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. بداية الأخبار، استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا قدمه رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة. وأشار اللواء بهاء الدين زيدان في تقريره إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع المنظمة الدولية في إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية، مضيفا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال اقتصاديات الدواء. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني في الخبر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال اقتصاديات الدواء، يعني أبرز ما ترصده أنت في لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس هيئة الشراء الموحد؟ الحقيقة طبعا احنا عارفين كلنا الدور اللي بيقوم به الشراء الموحد في توفير الأدوية بسعر مناسب وتوفير الكثير من اللغات الأجنبية على الدولة نتيجة شراء الأدوية بشكل يعني موحد. الحقيقه النهارده رئيس الوزراء كان بيستعرض تقرير قدمه اللواء بهاء الدين رئيس الهيئه المصريه للشراء الموحد. الحقيقه التقرير كان بيتكلم عن نقطه اخرى وهي وجود التعاون بين الهيئه وبين المعهد الوطني للصحه والرعايه المتميزه الدوليه في المملكه المتحده. التعاون بيشمل يعني الجهود لضمان الوصول الى عادل التكنولوجيا الصحيه في مصر. وده استاذ كمال في مصر. المشروع كما جاء في التقرير يمثل نقله للتعاون بين مصر وبين المملكه المتحده في مجال اقتصادات الدواء وفي مجال ايضا دعم نسق قيمه التكنولوجيا الصحيه وازاي يتم الوصول لافضل الممارسات في التكنولوجيا الصحيه لتقديم خدمات افضل لتحقيق التوازن بين تقديم خدمات رعايه صحيه جيده للمواطنين وفي الوقت التبني الابتكار وضمان الاداره المثلى اللي بتحقق افضل وفي نفس الوقت اداره افضل للمنظومه الصحيه. الحقيقه فيها كثير من النقاط متعلق بترسيخ مبادئ وثقافه تقييم التكنولوجيا الطبيه بين العاملين في المجال الصحي. اشار لتوقيع المرحله الثانيه للمشروع اللي هتؤدي لوضع مصر في مصاف الدول اللي بتقيم التكنولوجيا الطبيه بشكل علمي وبتتيح فرص اكبر لوصول الادويه المبتكره للمريض المصري وايضا انها تصل بالسعر العادي. الحقيقه يعني ايضا التقرير اشار لحزمه العمل الاولى اللي اسفرت على عده نتائج منها صياغه التقرير عن الوضع الحالي لتقييم التكنولوجيا تحديد التحديات اللي بتصير تطبيقها، انشاء منتدى مكون من اصحاب المصلحه بالجهات الحكوميه المعنيين بتقييم التكنولوجيا، التعاون في مشروعات مشتركه وتجميع البيانات اللازمه لتقييم التكنولوجيا الطبيه، وزي ما قلت مستمر في الوصول للممارسات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الطبيه. بشكرك جدا الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا.
بيترأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري الرسمي الذي يتوجه اليوم إلى العاصمة التنزانية دار السلام لحضور احتفالية تدشين ملء سد جوليوس نيريري الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على نهر روفيجي. يشارك في احتفالية التدشين غدا رئيس الجمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من كبار المسؤولين ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين. يمثل المشروع أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهرية. وللمزيد بينضم لنا عبر الهاتف السيد السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا وسهلا. سيد سفير، السيد وزير الخارجية سامح شكري بيتوجه غدا بإذن الله إلى العاصمة التنزانية دار السلام للمشاركة في احتفالية ملء وتدشين سد جوليوس نيريري الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. طبعا يعني مشاركة مصرية مهمة في هذا السد اللي بيعتبر ذو أهمية كبيرة للشعب التنزاني في توليد الطاقة الكهربائية وأيضا السيطرة على الفيضانات وزراعة المناطق المحيطة بالسد. أهمية هذا المشروع في إطار التعاون المصري التنزاني ومشاركة مصر في هذا المشروع العملاق في تقديرك؟ الحقيقة السد على نهر روفيجي واضح جدا منه أن هذه أول مرة الأفارقة يقومون ببناء سد بعيد أفريقية، فهذا بناء سد بعيد أفريقية واضحة جدا يعني، وهذا تقدم عظيم جدا، لان الشركه المصريه للقوى العرب زي شركه السويدي شركتان مصريتان افريقيتان لاول مره يحدث ان يتم بناء سد بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه الكفاءه بدون تدخل اي راس مال اجنبي او اي راس مال او اي عامله اجنبيه او تكنولوجي اجنبي. فهذا حقيقه يعني أداء خطير جدا ونقلة نوعية في حياة القارة الأفريقية. بالنسبة لموضوع تنظيم الاستفادة من النهر، ستستفيد تنزانيا بالكهرباء وتستفيد أيضا بأن تنقطع الكهرباء عدة ساعات في أنحاء تنزانيا، وأيضا بالنسبة لتنظيم الري في المناطق المحيطة بمنطقة السد، هذا أمر كله كلام مفيد جدا وتقوم به شركة مصرية لشركة دولة أفريقية، يبقى الأفارقة مع بعض يستطيعون، وفعلا هذا مثال وإثبات لقدرة الأفارقة على حل مشاكلهم بأنفسهم. أشكرك جدا السيد السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. وصلت وزارة الداخلية جهود التصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. نتابع. جهود أمنية تتواصل للتصدي الحاسم لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، فقد أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن عن ضبط أكثر من 54 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، وضبط قرابة 25 طن دقيق أبيض قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية ومخابز سياحية بالجيزة والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قرابة 189 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة عدد من مسؤولي المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، قاموا بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها، وضبط قرابة 137 طن مواد غذائية متنوعة فضلا عن نحو 76 ألف عبوة زيت طعام بالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة والقاهرة
تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 25 طن سكر تموني بحوزة مالك محل بدال تموني بدمياط ومخصصة على البطاقات التمونية، قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 55 طن مواد بناء، قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء بسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 22 طن أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية والمنوفية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 127 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية، وضبط 40 طن ملح طعام وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق، وذلك بمصنعين لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بالمنوفية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والمنوفية، وضبط قرابة 50 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية وبني سويف والقاهرة والجيزة. كما تمكنت من ضبط 40 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة قائد سيارة بالفيوم. تعقد اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول النقابات ونظام التسجيل الإلكتروني. يأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشاتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري وضمن نقاشات الحوار الوطني. تتناول الورشة مناقشة عدة محاور، منها تفعيل دور النقابات المهنية في مصر والاستفادة من كوادرها العلمية وتعزيز دورها. نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توصيات اللجان 19 الفرعية الموازية للجان الحوار الوطنية، حيث ناقش المؤتمر استعدادات الحزب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. نتابع. للإعلان عن التوصيات التي خرجت بها 19 لجنة فرعية الموازية للجان الحوار الوطني، نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرا صحفيا أكد خلاله على استعداد الحزب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. نؤمن تماما بالمساحات المشتركة، لأن السياسي الذكي هو من يبني على القواسم المشتركة. احنا لنا شركاء في الوطن ولنا قوى سياسية، من المستحيل أن نكون كلنا متوافقين في أيديولوجيتنا، طبيعي، الاختلاف هو سنة الحياة، ولكن نحن جزء من منظومة، وبالتالي علينا أن نبني على قواسمنا المشتركة ونبتعد عن الخلافات والاختلافات. كما ناقش المؤتمر توصيات اللجان الفرعية والأطروحات التي قدمتها في المحور الاقتصادي والتي تعد مدخلات لمشاركة الحزب في جلسات الحوار الوطني. تركيزنا في الجزء الاقتصادي كبير، وانا كنت بشرف عليه بنفسي، وطلعنا توصيات انا بقول ان هي ممكن تبقى قابلة للتنفيذ. وعلى سبيل المثال لما قلنا احنا كحزب بنقول يا ريت يبقى في نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ان احنا شايفين ان المجموعة الاقتصادية بتشتغل كويس ولكن كل واحد على حدة، فقلنا احنا عايزين حاجة زي دي. قلنا مثلا المجلس الاعلى للاستثمار وهو فيه صدر فيه قرار جمهوري برئاسة فخامة الرئيس، قلنا يا ريت يبقى 50% من رجال الاعمال من الناس التكنوقراط رجال الصناعة. المؤتمر ناقش الأطروحات التي يقدمها الحزب في المحور السياسي والتي خرجت بها 5 لجان فرعية موازية للجان إدارة الحوار الوطني. على سبيل المثال في المحور السياسي كان في أكثر من زي ما قلت حضرتك كان في 5 لجان تحديدا، منهم مثلا أنا كنت مسؤول عن لجنة الأحزاب السياسية، والحقيقة لما درسنا هذا الموضوع ورجعت فعلا لأمانات المحافظات 27 وخدت رأيهم إيه المشاكل اللي بتواجه الأحزاب عندهم في المحافظات، طلعنا بشوية يعني تحديات موجودة بتواجه الأحزاب المصرية،
وعلى سبيل المثال التمويل بالنسبة للأحزاب. وكان حزب الشعب الجمهوري قد تلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب في إبريل الماضي للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. الإعلان عن توصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني هدف المؤتمر الصحفي الذي ناقش محاور عدة على رأسها استعداد الحزب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني وترجمة رؤية الحزب في القضايا المختلفة إلى مقترحات يناقشها الحوار الوطني. ولاء الحديني، النيل. مشاهدينا الكرام، برجع مع حضراتكم للخبر المتعلق بورشة العمل التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول دور النقابات ونظام التسجيل الإلكتروني. بتنضم إلينا عبر الهاتف السيدة النائبة دكتورة نشوى الشريفة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتورة تحياتي، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. ورشة العمل حول النقابات ونظام التسجيل الالكتروني ودور النقابات المهنية في مصر، اهمية هذا الموضوع وما طرح خلال هذه الورشة؟ طيب خليني ابتدي بس مع حضرتك في البداية، طبعا برحب بحضرتك وكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. ويمكن خليني بس ابتدي من الورشة اللي حضرتك بتتكلم عنها او الصالون اللي بتتحدث عنه، هو كان صالون خاص بالنقابات العمالية. النقابات المهنيه لسه هيتم مناقشته ان شاء الله، ولكن اللي تم بالفعل ادارته كان خاص بالنقابات العماليه، وكان حاضر عدد من يعني الممثلين عن كذا جهه تخص العمال المصريين. والحقيقه انه كان لقاء مثمر جدا، لانه ما كناش حابين ان احنا نجيب وجهه نظر واحده، ولكن بنجيب عدد من وجهات النظر، من جايبين ممثلين عن العمال، جبنا ممثلين من اتحاد عمال مصر، وجبنا ايضا برلمانيين متخصصين كمان في هذا الشان. فالحقيقه انه كان زي ما قلت لحضرتك لقاء يعني سردوا فيه حاجات كثيره جدا تخص العمل النقابي، التنظيمات النقابيه، اذا كان التحديات اللي بتواجهها، اذا كان متطلباتها ايه للمرحله اللي جايه. لا اتكلموا الحقيقه في اشياء كثيره يعني. دكتوره، بالتاكيد يعني فكره قوانين العمل، تشابكات بين صاحب العمل والعمال، مطالب النقابات بشكل عام خلال المرحلة القادمة، يعني إيه أبرز التوصيات اللي خرجت بيها ورشة العمل أو الصالون بشكل عام؟ الحقيقة أنه يعني يمكن ورشة العمل والصالون ده كانوا مميزين جدا، أنه كان عدد من التوصيات الحقيقة كتير جدا، لأنه الموضوع التالي في الأساس اتكلمنا أنه علشان يكون عندك حياة عمالية سليمة ومظبوطة، يعني لازم تبتديها من الأساس، من العامل أساسا، أن يكون في توعية وتثقيف للعامل المصري بأهمية بقى دوره التنموي، توعية المجتمع كمان بقيمة العامل وتغيير نظرة المجتمع ليه. لأنه الحقيقة لو حضرتك رجعت كده بس بالنظرة شوية لورا، هتجد أنه لا، العامل كان ليه يعني نظرة كده عند المجتمع المصري وقتها، كان لا كان بيمثل حاجه كبيره جدا. دلوقتي احنا ازاي ده مش حاصل بقى، مع ان بالعكس العمود الفقري يعني للدوله، لا العامل يعني حضرتك بتتكلم في ما يقرب من 30 مليون عامل، ولما تيجي بقى تشوف كمان 30 مليون شايلين 30 مليون اسره حضرتك. لك ان تتخيل عدد كبير جدا كمان يعني اتكلموا وقالوا انه لابد من تمكين النقابات العماليه من القيام بدورها ونيل كمان ثقة العامل. وأعتقد أنه علشان يعني ينولوا ثقة العمال لازم يكون هناك حالة من التدريب للنقابيين، الكادر النقابي، وده للأسف يمكن اللي موجود في العمل النقابي أو العمل العمالي هيعرف أنه الكادر النقابي محتاج دايما لتأهيل وتدريب مستمر. والحقيقة أنه ناس كثيرة جدا اتكلمت في الفترة الأخيرة كمان حتى جزئية التمويل والخاص بالصناديق الخاصة بالنقابات العمالية، لا الحقيقة إن هي أزمة بتؤرق جميع النقابات، ولابد من يكون في وضع حل ليها، علشان في نقابات ممكن مع الوقت خلاص تندثر يعني. بنتكلم كمان عن العمل على حماية أعضاء مجالس النقابات بعد انتهاء مدتهم، من بقى ممكن جدا صاحب العمل وقت ما بتكون حضرتك نقابي بيكون التعامل بشكل معين، وبعد ما تنتهي من الدوره النقابيه للاسف بيكون في تعامل تاني تماما. فلابد من حمايه هذا النقابي
ما بعد الدورة النقابية. كلام مظبوط. كان هناك أحاديث كبيرة جدا وعلى لسان الجميع حول أزمة العمالة، يعني عمالة اليومية. عمالة اليومية أو المقاول، لا اتكلموا فيها واتكلموا فيها بشدة كمان، لأنه الحقيقة الفترة الأخيرة عمالة المقاول ظهرت جدا، عمالة اليومية ظهرت جدا، مع عدم وجود يعني وظائف في القطاعات الحكومية، فأصبح البديل أنه يكون هناك مقاول بشكل مؤقت بيكون عنده عمالة. الحقيقة أنهم ما لهمش أي مظلة حماية، فتطرقوا كمان ل يعني هذه النقطة يعني. أو اتكلموا في حاجات كتيرة، مكاتب القوى العاملة، تشجيع العمال على المشاركة حتى في الانتخابات النقابية، وأعتقد ده شيء مهم جدا أنه يعرف يختار مين اللي يمثله. لا اتكلمنا في حاجات كتيرة الحقيقة يعني امبارح. طيب دكتورة، يعني يمكن فكرة مناقشة العمال أو النقابات أو النقابيين في هذا الإطار ده جو صحي جدا فيما يتعلق بمجتمع العمل في مصر. فكرة تنسيقية في هذا الإطار كان الاستماع لهذه المشاكل ومن ثم نقلها إلى المسؤولين بشكل أو بآخر، ومحاولة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في صالح العمال. أنا عايز أتكلم في هذا الإطار أيضا مع سيادتك. الحقيقة أنه الفترة الأخيرة وال يعني المتابع التنسيقية هيلاقي أنه توجهنا كله أنه عندنا ورش عمل، عندنا صالونات، عندنا زيارات لنواب التنسيقية في كل شبر في مصر الحمد لله، فيما يخص نقل الصورة في كل المحاور وكل الملفات إلى طاولة الحوار الوطني. ده الهدف بالنسبة لنا. السيد الرئيس الفترة الأخيرة أعلن عن الحوار الوطني، ونحن نؤمن جدا جدا بأهمية هذا الحوار. حتى فكرة التنسيقية نفسها أي مع الحوار المتبادل وطرح كل الرؤى. فكمان الرئيس لما خرج وقال أنه ضروري أسمع رؤى الجميع وتكون على ترابيزة واحدة ومنتهى الشفافية والصراحة. ده اللي احنا بنعمله، بننقل صوت الناس، بناخد من كل الفئات والطبقات، مش بس حضرتك المتخصصين، احنا ننزل حتى للشارع ونعمل مؤتمرات مع الناس وننقل افكارهم للحوار الوطني عن طريق توصيات زي ما قلت لحضرتك مثلا، البعض منها فيما يخص هذه الورشه. ولكن احسب ده بقى على جميع الموضوعات، هتلاقينا بالتاكيد يعني باذن الله عاملين فيها مجهود او موجودين فيها او بنحاول انه نخرج بمخرجات يعني قويه. نشكرك جدا النائبه الدكتوره نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا. عقد مجمع البحوث الإسلامية الملتقى الفقهي الثالث بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت اسم الفتوى ودورها في مواجهة الألحاد، حضر الملتقى نخبة متميزة من المعنيين والمتخصصين في مجال الفتوى. انطلاقا من دور مؤسسة الأزهر الشريف في رفع درجة الوعي ونشر الثقافة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية الأصيلة، انطلق الملتقى الفقهي الثالث عن الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تم استعراض الأسباب وسبل المواجهة. هذا الملتقى واحد من الملتقيات المهمة، خصوصا وأنه يلقي بالضوء على قضية الإلحاد من خلال مجموعة من العلماء والمفكرين الذين لهم باع طويل في مناقشة هذا الفكر والعمل على التصدي له. وبالتالي نقول بأن قضية الإلحاد قضية في المقام الأول لها أسباب متعددة، قد تكون نفسية وقد تكون اقتصادية وقد تكون اجتماعية وقد تكون دينية. من ثم كان هذا الملتقى يضم مجموعة تستطيع أن تغطي كل هذه الاتجاهات وكل هذه الجوانب بغية العمل على إيجاد حل واقعي إيجابي يمكن من خلاله معالجة هذه الظاهرة. الملتقى الفقهي الثالث استعرض الجهود التي تبذل من قبل الأزهر الشريف استجابة للواقع على مستوى الفكر الإلحادي والتصدي لمثل هذه النوعية من الظواهر التي تناقض القيم الدينية والفكرية لمجتمعنا. وقد أكد المشاركون على ضرورة استخدام الدين والعلم في مجابهة هذه الظواهر. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني بتاريخ 22/4/2018، حتى يكون لهذه الوحدة والعاملين فيها من أعضاء الفتوى بالمركز دور في مواجهة الأسئلة المتعلقة بالإلحاد، في الرد على الأسئلة الوجودية، الأسئلة المتعلقة بالعلوم الطبيعية والتي يزعم بعض الملاحدة
أن هذه العلوم تتعارض مع الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر في الكون. ويعني لا شك أن قول ربي عز وجل في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية بتبين منزلة العلم بالنسبة للإسلام والقرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات الآفاق والأنفس اللي هي الآيات التي يجليها العلم، كيف تكون هي الحجة على صدق آيات القرآن الكريم. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يسعى للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره والدفاع عن هويته الفكرية والدينية والثقافية في مواجهة الدعاوى المضللة والأفكار المغلوطة. محمد عبد الصبور، النيل. شهدت الأقصر اليوم ظهر تعامد الشمس على محور معابد الكرنك والتي تحدث في يوم 21 من ديسمبر من كل عام. شهد هذه الظاهرة أكثر من 1000 سائح مصري وأجنبي الذين حرصوا على التواجد أمام معبد الكرنك بالأقصر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة. أكد محافظ الأقصر أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك يعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة والتعريب بالحضارة المصرية القديمة وزيادة المناسبات على أجندة السياحة المصرية. من الأقصر إلى الفيوم، حيث احتفلت محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون التي استمرت قرابة 25 دقيقة. يعد التعامد حدثا عالميا وظاهرة فلكية فريدة تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد على قدس الأقداس لنحو 25 دقيقة. ويعود معبد قصر قارون إلى العصر اليوناني الروماني، إلا أنه أطلق عليه اسمه في العصور الإسلامية نظرا لوجوده بالقرب من بحيرة قارون التي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها. وللمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين. دكتور باسم، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني من الأقصر إلى الفيوم، معابد الكرنك وأيضا قصر قارون، يعني أهمية هذه المناسبات السياحية واستغلالها بشكل أو بآخر في جذب السياحة سواء للأقصر أو الفيوم وغيرها من الأماكن المختلفة. هو الحقيقة طبعا الأحداث اللي جارية حاليا من مناسبات بتتعلق بحسابات فلكية دقيقة جدا كان أجدادنا القدماء بيقوموا بحساباتها، ده يعتبر شيء فريد جدا في عملية متابعتها واهتمام العالم كله بمثل هذه الأحداث. عايز أقول لحضرتك أنه عدد كبير جدا من السواح بيكونوا حريصين على أنهم يكون مدة زيارتهم لمصر في رحلاتهم يكونوا حريصين أنه يتخللها مثل هذه التواريخ الهامة، ومنها تعامل على قدس الأقداس في معابد الكرنك، وده طبعا كان ليه حسابات فلكية كانوا بيجدوها المصريين. ولو حضرتك تذكرت كمان طبعا احنا عارفين معبد ابو سمبل وتمثال رمسيس الثاني انه دايما بيبقى في تعامد الشمس مرتين في السنه، يوم 22 اكتوبر ويوم 22 فبراير، واليومين دول يعني بيمثلوا يعني عيد ميلاد الملك رمسيس الثاني، ويوم 22 فبراير تاريخ جلوسه على عرش مصر. كل هذه الأحداث زي ما بقول لحضرتك بتكون أحد دوافع الزيارات السياحية وكثافتها. وحضرتك لو تابعت النهاردة الكم الكبير من السواح اللي كان موجود في الأقصر وفي معابد الكرنك، أعداد الحقيقة كانت كبيرة جدا وكان في بهجة كبيرة جدا على السواح، وكلهم طبعا كانوا بيسجلوا هذه اللحظات اللي ما بتحصلش غير مره واحده بس كل سنه.
دكتور، يعني عايز أسأل حضرتك عن التوقيت نفسه. 21 ديسمبر بتتعامد الشمس على معابد الكرنك في الأقصر، وأيضا بتتعامد في توقيت مختلفة على قدس الأقداس في معبد قصر قارون. يعني إلى أي مدى هذه الدقة الكبيرة جدا في رصد الأحداث، وإزاي يمكن أن احنا في مصر نعظم من مثل هذه الحسابات الفلكية الدقيقة اللي قام بها القدماء المصريين في الأماكن السياحية المتميزة؟ هو الحقيقة طبعا القدماء المصريين كانوا على معرفة كبيرة جدا بالحسابات الفلكية، وكان عندهم يعني نوع من أنواع التناغم الهندسي في بناء المعابد بتاعتهم وكيفية عمل حسابات. يمكن حتى الآن إحنا لم نستطع أن نصل إلى مثل هذه الحسابات الدقيقة، ويمكن حتى الآن اختلف العلماء على طريقة حسابات أجدادنا القدماء، وده الحقيقة اللي بيدي تفرد زي ما حضرتك قلت لمثل هذه الأحداث اللي يعني تعتبر يعني غير طبيعية على مستوى العالم. احنا زي ما حضرتك قلت يمكن احنا محتاجين فعلا ان احنا نشتغل على هذا الملف بشكل كبير جدا، لان احنا ليس فقط في الفيوم او في الاقصر ولا ايضا في ابو سمبل، لكن كل يوم بيتم اكتشافات جديده يعني ليها حسابات فلكيه دقيقه، واحنا المفروض نشتغل على الملفات دي بشكل اكثر يعني جهدا، وبحيث نقدر نعظم من هذه المناسبات وتكون دايما من ضمن اجندتنا السياحيه اللي نقدر من خلالها يعني نستقبل اعداد من. طيب دكتور، فرصه سيادتك معانا على الهاتف، عايز اسالك عن السياحه في مصر هذه الايام والموسم السياحي الحالي، وازاي يمكن تعظيم يعني نصيبنا من السياحه العالميه، خاصة ان احنا عندنا نوع من الاستقرار الكبير جدا في شتى القطاعات. انا عايز اطمن حضرتك واطمن كل المصريين واقول لهم الحمد لله احنا هذا الموسم مصر بتشهد انفراجة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة الى مصر. احنا استقبلنا اعداد كبيرة جدا موجودة حاليا بكم كبير في مدينة الاقصر وايضا في مدينة اسوان، واحنا عارفين ان يمكن الحركه السياحيه كانت في الاقصر واسوان انحصرت لفتره من الفترات، لكن الحمد لله يعني في ازدحام كبير جدا فيهم. احنا عارفين طبعا ان احنا داخلين على الموسم الشتوي، وعايز اقول لحضرتك انه ما فيش مكان في الفنادق لاستيعاب سواح تانيين. الطاقة الفندقية الحمد لله استوعبت أعداد كبيرة، وما زال في أعداد أخرى بتيجي بنظام رحلات الأوفر داي من الغردقة تقضي يومها في مدينة الأقصر وبتعود تبيت تاني في الغردقة. على الناحية الثانية طبعا ما زالت الغردقة الحمد لله وشرم الشيخ ومرسى علم بتستقبل رحلات شارتر من أوروبا وعدد كبير من دول في شرق آسيا باستمرار لقضاء يعني أطول فترة ممكنة في مصر، خصوصا مع أزمة الطاقة اللي موجودة حاليا في أوروبا. فيعني الحمد لله مصر كان فيها نصيب كبير في استقبال الرحلات الطويلة اللي فيها إقامة طويلة، يعني هم بيحاولوا أطول فترة ممكنة يقضوها في مصر عشان يقدروا يتجنبوا التكاليف العالية اللي في بلادهم بسبب أزمة الطاقة. طبعا احنا عارفين انه يعني مصر حاليا الحمد لله شهدت تطوير كبير جدا في عملية نسبة الأمان على الطرق للسفر. عرفنا كمان انه في تشغيل كمان لمطار سفنكس الدولي اللي بدأ بالفعل يعمل تشغيلات للرحلات الداخلية في مصر وبأسعار رخيصة جدا، وانا بدعي كل المصريين ان هم يبدأوا يستعملوا الرحلات الطيران الداخلي في مصر، اولا ابصر في الوقت وما عادش في التكلفة بتاعته اللي هي الغالية، اصبحت الاسعار اعتقد مناسبة جدا. ومصر الحمد لله بشكل عام بتشهد كثافة وحراك سياحي كبير الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، بشكرك الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، شكرا جزيلا.
عربيا، شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة توترا شديدا بعد اقتحام مئات من المستوطنين الإسرائيليين باحات الحرم القدسي الشريف. وأقدم المستوطنون على أداء الطقوس التلمودية الاستفزازية قرب باب الرحمة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على حارس المسجد أثناء توثيقه لاقتحام المستوطنين قبل أن تقوم باعتقاله، وتمت عملية الاقتحام تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. للمزيد بينضم إلينا الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ محمد تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المتكررة في ظل حماية إسرائيلية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني كيف تصف المشهد وتداعياته؟ أولا لابد من التأكيد على أن هذا المشهد سيتصاعد خلال الفترة القادمة نظرا لتولي حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو لمقاليد الحكم في إسرائيل وحصولها على أغلبية مريحة في البرلمان. وهذا التحالف نتنياهو سيلبي مطالب الكثير من الأحزاب الدينية المتطرفة، ومن هنا نتوقع أن تشهد الأراضي الفلسطينية خلال الفترة القادمة المزيد من الأعمال المتطرفة من قبل اليهود المتطرفين في سواء في الحرم القدسي أو في الخليل أو في غيرها من المناطق. وبدأت دلائل هذا الأمر من خلال احتجاز وعمليات القتل الممنهجة للفلسطينيين بالدهس أو بالاغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها بالأمس حيث دهس مستوطن إسرائيلي شقيقين، وتم احتجاز جثة أحد الشهداء الفلسطينيين للحصول عليها أو الحصول على مكاسب في عمليات تبادل أسرى. نتوقع للأسف أن هذا الاتجاه سيتصاعد ويستمر، وأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في داخل فلسطين 48 أو في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة سيتصاعد خلال الفترة القادمة، وهو الفلسطينيون يتحركون لا من منطلق رد الفعل، ولكن من منطلق رد الفعل على حقهم في الحياة وحقهم في الأمن وحقهم في الاستقرار والاستقرار مقابل حكومة لا تعترف أو تدعي أنها ديمقراطية وتحصل على دعم وتمويل من كافة دول العالم الغربي، وفي المقابل تقوم بالاضطهاد وقتل وتعذيب واغتيال الفلسطينيين وكل من يشهد الحق والحقيقة من صحفيين وغيرهم وإعلاميين. الوضع للأسف في الأراضي الفلسطينية صعب وخطير وينذر كارثة، ولا بد من تدخل الأطراف العالمية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا للضغط على هذه الحكومة المتطرفة التي من المتوقع أن تشكل خلال الأسبوع القادم بزعامة بنيامين نتنياهو، والذي سيكون لتأمين نفسه سياسيا و شعبيا سيقدم الكثير من التنازلات. الفلسطينيون ليس أمامهم سوى الصمود، الفلسطينيون اعتقادي أن هناك ردات فعل عنيفة من قبل الفلسطينيين خلال الفترة القادمة، لأن هذا الأمر لا يمكن لأي شعب أن يتحمله. الدولة تحتل الشعب منذ أكثر من 70 عاما، وفي الوقت الذي تدعي فيه الدول الغربية الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. ومن هنا ومن هذا المنطلق فإننا نطالب الدول العربية ورأسا وتحديدا مصر التي تطالب وتتبنى، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا ويؤكد تكرارا أن حل القضية الفلسطينية هو يفتح الباب لحل كافة قضايا المنطقة، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس خلال اللقاءات الأخيرة سواء القمة الأفريقية الأمريكية أو القمة العربية الصينية أو غيرها من المؤتمرات واللقاءات الثنائية مع القادة العرب. طيب استاذ محمد، يمكن يعني تحليلك يعني بيدع جانب من التفكير فيما يتعلق بما يجب ان يقوم به الجانب الفلسطيني خلال المرحله القادمه، سواء في مراجعه العلاقات الفلسطينيه بين الفصائل الفلسطينيه المختلفه، وايضا قبل الحديث عن اي دور عربي حتى. يعني صحيح صحيح، وهو أنا أؤكد على هذه النقطه المهمه التي اشرت اليها، ان المسؤوليه الاولى
تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية التي يجب أن تتوحد وتتحد وتتخلى عن مصالحها الضيقة. وعندما نقول مصالحها الضيقة هي الارتباطات الإقليمية التي تأتي على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني، فلا يعقل أن هناك شعب محتل ذو رأسين أو سلطتين، وأن هناك سلطتين سواء في الأراضي الفلسطينية في غزة أو في الضفة وهناك خلافات. المسألة هذه المسألة أنا في اعتقادي غير مقبولة من الرأي العام الفلسطيني داخليا سواء في الضفة أو في غزة، وهي أفقدت الفصائل الفلسطينية التي تتمثل خلف السلطة الضيقة سواء وتحديدا في غزة، أفقدتها كثير من الشرعية الشعبية. ومن هذا يعني أنا في اعتقادي أن هذا الأمر هو الذي هو المدخل والثغرة الأساسية التي تدخل من خلالها إسرائيل وقوات الاحتلال وغيرها من القوى التي تريد إضعاف الجانب الفلسطيني، وهو أمر واضح ومعروف ومطروق ومكرر في المنطقة العربية للأسف، وهي سياسة فرق تسد. بمعنى أوضح أن التفريق بين الفلسطينيين والقوات الفلسطينية والقوى الفلسطينية سيضعف الصف الفلسطيني ويعني يصب في مصلحة إسرائيل على حساب المصالح الفلسطينية. ومن هنا نطالب بضرورة إعادة النظر في الكثير من الأمور، وسبق وأن طلبنا مرارا وتكرارا بهذا الأمر، لأن الفاتورة يدفعها الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بدون تفرقة بين هذا الشخص ينتمي إلى حماس أو الجهاد أو فتح وخلافه. نتمنى أن تكون المؤتمرات التي عقدت سواء آخرها المؤتمر الفلسطيني واللقاءات الفلسطينية قبل القمة العربية الأخيرة في الجزائر وبعدها وأثناؤها أن تجد طريقا للتنفيذ على أرض الواقع، لأن هذا الواقع إذا نفذت على أرض الواقع ستكون حادث الصد الأول أمام التطرف والطغيان الذي جاء من خلال صناديق الاقتراع الإسرائيلية، والتي أفرزت من في اعتقادي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ الدولة اليهودية. طيب أستاذ محمد، يعني العالم يموج بالكثير من التحديات والصراعات سواء على المستوى الدولي أو حتى المستوى الإقليمي، حدث ولا حرج في منطقة الشرق الأوسط، ما من دولة إلا وتعاني الكثير من التحديات، ولكن يعني في تقديرك ما هي البدائل المتاحة أمام الأشقاء في فلسطين في حال إذا توحدت الصفوف الفلسطينية؟ أنا في اعتقادي أن البدائل يعني هذه النقطة لم توضحها جيدا، ماذا تقصد ما هي البدائل أمام الفصائل الفلسطينية؟ يعني أمام الاقتحامات، أمام الاعتداء الإسرائيلي المتواصل، أمام عمليات الاستيطان المتوسعة في كل مكان، يعني هو رد الفعل الطبيعي. رد الفعل الطبيعي أن العنف لا يولد إلا العنف والتطرف لا يولد إلا التطرف. عندما يقتحم أحدهم منزلك أو يعتدي على ينتهك حرماتك ومقدساتك، فإنه من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل قوية، وهذا الأمر مشهود ومعروف ومطلوب في كل دول العالم ليس في الساحة الفلسطينية. التطرف لا يولد إلا التطرف والعنف لا يولد إلا العنف. ومن هنا نطالب بتقديم الدعم والضغوط الذي عندما نقول الدعم على المستوى الشعبي للشعب الفلسطيني سواء الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في غزة، والضغط على الفصائل الفلسطينية التي تحاول أو داخلة في خلافات سياسية وتنحاز بمصالح ضيقة أضرت وتضر بمستقبل القضية الفلسطينية. البديل في اعتقادي أمام كل هذا ليس أمام الفلسطينيين مفر إلا توحيد الصف ومواجهة الاحتلال وفضح ممارسته عالميا، لأن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تدافع عن أوكرانيا وعن غيرها من الدول بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان وتدخل في هذا الشأن في شأن هذه الدولة وشأن تلك الدولة بدعم حقوق الإنسان والمحافظة والمطالبة وغيرها من الأمور التي نسمع عنها، فمن الأولى أن هناك شعب فلسطيني شعب كامل تحت الاحتلال، تحت القهر، تحت العنف، تحت التعذيب. هناك معتقلين، هناك معتقلات، هناك اقتحامات، هناك التهام للأراضي، وفي الوقت نفسه تغض القوى العالمية النظر أو الطرف عن هذا الأمر، وكأن فلسطين تقع في عالم آخر بخلاف العالم الذي نعيش فيه. والنقطة الأخرى تتعلق أيضا بالدول العربية التي عليها أن تبطئ، لا نقول أن يعني أن تحاول أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال إبطاء وتيرة التطبيع ووتيرة الزيارات خاصة، وأن الجميع
داخل الأراضي العربية سواء في مصر أو في غيرها من الدول العربية، والعالم كله يتابع ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية وما تقوم به الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، وما يمكن أن تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو وهي حكومة الأكثر تطرفا. نتنياهو مجرب على المستوى السياسي وعلى مستوى العلاقات، ولكن الأطراف التي تدعم وتخمد كتلته السياسية في البرلمان هي أطراف جديدة، أطراف لديها طموحات، لديها مصنفة إرهابيا. يعني بن جفير كان ينتمي إلى منظمة ميت كهنة التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية، والتي قامت باقتحام الحرم الخليلي منذ أكثر من عقد وقتلت عشرات المصلين الفلسطينيين بدم بارد. الأمر في اعتقادي خطير وصعب، والأمر سينعكس على دول الجوار، وفي اعتقادي أن القيادة السياسية المصرية ستقامت وستقوم بما يلزم، لأن انعكاسات هذا الصراع لن أولا ستحرق الإسرائيليين أنفسهم، ومن الممكن أن تمتد إلى دول الجوار، ومصر لم تتوانى عن تقديم شكرا جزيلا. بشكرك جدا الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. دعنا ناطق باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول. الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية بمحافظة ديالي الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد. وقال رسول إن هذه الحادثة مجرد محاولة يائسة للعناصر الإرهابية عقب الضربات القوية والخسائر الفادحة التي تتعرض لها من قبل القوات المسلحة في مناطق البلاد المختلفة. وشدد المتحدث على مواصلة القوات المسلحة العراقية ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من مقتل 8 مدنيين خلال هجوم إرهابي استهدف قريتهم الواقعة بمحافظة ديالي شمال بغداد. حذرت منظمة انقذوا الأطفال من أن نحو 7000 طفل أجنبي لا يزالون عالقين في خطر بمخيمين في شمال شرق سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم. ويأوي مخيم الهول وحده وفق الأمم المتحدة 65000 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتوفي خلال العام 2021 وحده 74 طفل في مخيم الهول، بينهم 8 تعرضوا للقتل وفق تقرير سابق للمنظمة. كده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم ختام هذه الفقرة الحوارية المتعلقة بختام فقرة الأخبار. بعد قليل وعلى رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، بعده حوارات من القاهرة، ابقوا معنا.